السلام عليكم الاخوان، تحياتي. نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال بحال ديما. اليوم نهار الثالث ديالي مع ماكس، يعني ومازال خدام معاه، يعني اوبي دابا حيت اوبي تقريبا على عيني الشبرا، يعني عنده واحد 70% فيها، وبديت معاه حتى بابوجي. وكما قلت لكم يعني مولاه، يعني قال لك علموا لي بسبانيولا، بيان سور غيكونوا مصطلحات يعني مختلفين. بحال دابا بابوجي بسبانيولا كيتو، اوبي البي، اتاب بلاس تو سيتيو، يعني مصطلحات يمكنش فرق بيناتهم، وساهلين في النطق ديالهم ماشي مشكل. اهم حاجه يعني واخا يجي المدام يقول لي علموني حتى باللغه العربيه، راه انا نعلمو باللغه العربيه، يعني كل شيء يعني كيكون باتساع الخطر وشويه ديال الوقت، و راك عارفو ربي والكمال الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم يعني اليوم نهار الثالث ديالي مع ماكس، راهم عاملين بابوجي، نمشي نشوفو. ماكس سي بيان، كيما مع الضليله مع الشميشه جبتو من هنايا شويه للظل، سي بيان ماكس. وجانجو راه هو جانجو، راه مخبع الكينغ. ثانك يو زين. كيما قلت لكم الاخوان، اليوم نخدم معاهم في بابوجي و اوبي، و دابا قداو حاجه كيما قلت لكم، عملوا لي بزوان ديالهم، دابا خليتهم يرتاحوا شويه، يعني واحد شويه، وعاد نخدم معاهم البي ويلاه معنا باش نتولوا. نعاودوا بعد قليل. ثانك يو. كما كتشوفوا الاخوان، يعني اليوم خدمت معاه البي اليوم والبارح والثاني، يعني كان بالحبل كما قلت لكم كيعاون بزاف د الحاجات. واليوم انا كنتما كتشوفوا يعني حيدت له الحبل، يعني بقيت كنبقى كيتيق فيا، يعني اي طريقه يعني بشويه بشويه، يعني غتعرفوا بزاف د الحاجات. وعملوا ديزابوني مع الاصدقاء ديالكم، وشاركوا بزاف ديال مع الاصدقاء، وتفعلوا الجرس باش تطلعوا اي حاجه جديده. ونتمنى هذا الشيء يكون كيعجبكم، هذا الشيء اللي كندير لكم كيعجبكم. كنقول للحباب اللي هما عزازو في القلب.
القلب، كنبغيكم بزاف وكيهموني لي كومونتير ديالكم. I love you. شكرا.